اليوم فيك تروح على البيت ترتاح وتنبسط وتروق راسك وتجيب فطار تعمل اطيب فطار. اليوم حلقتنا مع شوفارية التاكسي، لاني كنت يوم من الايام مثل شوفير التاكسي اللي بيشتغل على الخط. بكل صراحة رح نطلع معه بالسيارة لنشوف الوضع، نشوف اليوم تنكة البنزين 2,200,000، وخلونا نشوف كيف عايشين اليوم بهيدا الوضع صعب كتير. يلا يعطيك العافية يا رب. كيفك عم؟ الحمد لله هنيك بألف خير. كيف صحتك؟ ماشي الحمد لله الحمد لله. أنا كنت يوم من الأيام شوفير تاكسي، وأنا بحس فيكم، وأنا بعرف إنه اليوم تنكة البنزين 2,200,000 منا سهلة. اليوم البرمل اللي بتبرمها مكلفة. مكلفة كتير مش شوية، بس لأنه أنجا نطلع البنزينات مرات، النهار بنطلع البنزينات، النهار بنعملنا حربة خبزة زيادة أو أي شيء، المهم أنجا لحالنا. أنا بدي أقول لك بهالشهر الفضيل رمضان كريم، وفي ناس خيرين كتير، وأنا عن جد بدي أتشكر حبيب قلبي رجل الأعمال اللي عايش بأبيجان، اللي هو كل سنة بشهر رمضان ما بيترك حدا. بكل صراحة بقول لك إياها، هو حب هالسنة نعمل مصاري نعطيكم إياهم، بتجيبوا موني فيهم لمدة 10 أيام. منيحة هيك المبادرة؟ ايه كتر خير وكتر خير، الله يكتر من امثاله بجاي الحبيب محمد. يعني بالعكس اذا كثير عم بحس بالناس وهو برا، يعني كتر خيره على الوضع الاقتصادي على الناس. هو عايش بأبيجان، بقى هيدي المبادره اللي هو حاب يعمل. بس انا هلا بدي حذرك حزوره، بدنا نوقف على جنب، ما في، بدنا نحذرك حزوره لنحمس العالم ونخليهم يكونوا مبسوطين اليوم بهيدا النهار معنا. قول الله قول الله. اذا هول 5 أصابع عدينا من العشرة للواحد، فيك تعدهم قديش بيطلعوا معك؟ عدهم هيك انهم محطوطين. عدهم بالعكس؟ ايه بالعكس. 10 تسعة 100%. ايه يلا عدهم. 10 تسعة. لحظة. 10 9 8 7 6. وين الخامس؟ انت اللي عدهم بالعكس. طيب امرك انا بالعكس. 10 لواحد. هي اوكي، هل انا افترض في 10؟ طب اذا انا مسكت قلت انا 10 9 8 7 6، وين راح الواحد؟ عم بدايته قدامك. 10 9 8 7 6. ايه هاو 5، هن بيطلعوا 5. 10 10 9 8 7 6، لازم يكونوا 5. هن 5 هلا، هني بالعكس صاروا 5. عم بدي اقول لك نحن حبينا نتسلى نحن وياك. هيدا برنامجنا نحن بشهر رمضان، برنامج اسمه ناس للناس، بنحب نحن نوقف مع اخواتنا. وبرجع بقول لك كلمه، انا خلي كل المشاهدين يعرفوا، انا كنت يوم من الايام شوفير تاكسي، وانا بشعر مع شوفاريه التاكسي، وانا بحب حلقاتي كلهم يكونوا مع شوفاريه التاكسي، لاني بعرف انا هول اللي بيطلعون 1,000,000 ليرة قد ايه حيحط بمقابيلهم بنزين. وبعرف يمكن بكون عم يشتغل هلا اليوم، خاصه هيدا النهار اول يوم، قد ايه بكون تعبانه نفسيته، عم بفكر شو بده ياخذ الفطار بالبيت. بس اخذ شو بده ياخذ معي هلا قبل الفطار لعائلتي للبيت. بس انا الله رزقني الحمد لله عندي بنت، بس غيري يمكن عنده عائله كبيره. انا وبنتي الحمد لله عم نقدر نكفي حالنا. يعني بقى هلا بشهر رمضان ان شاء الله خير. نحن وياك الله يعطيك بجيل حبيبي يوزع اللي قلت لي عنه. هيدا هو رجل اعمال بأبيجان، هيدا الظرف منه، هو مش مني انا، هيدا الظرف، هيدا بجيب لك مونه لمده 10 ايام. الله يرزقك ويرزق بجيل الحبيب محمد. اليوم فيك تروح على البيت ترتاح وتنبسط وتروق راسك وتجيب فطار تعمل اطيب فطار. الحمد لله هلا اخذ للعائله، اخذ احلى فطار هلا وروح على البيت. اتفقنا؟ ايه الحمد لله. خلاص الله يرزقك بجيل الحبيب محمد. ان شاء الله يا رب نرجع نلتقى نحن وياك على الطريق، كمان رح نرجع نساعدك مش رح نقصر. عرفت كتر خيرك بجيل الحبيب. ونحن هلا رح ناخذ رقم تليفونك، هول الفيبرا وما الفيبرا كلياتهم هول رح نعمل له اياهم نحن.
وشو بدها سيارته نحن رح نظبط له اياها، هي بكل صراحه. كتر خيرك يا جلال، بفرجيكم سيارته كيف رح تصير ان شاء الله بنص رمضان. كتر خيرك يا جلال حبيبي محمد، الله يرضاك ويرضى الشاب الثاني. الله يرضاك، الله يرضاك حبيبي. والفيبرا والكهرباء علينا نحن، رح ناخذ رقم تليفونك وان شاء الله رح نفرجيكم كيف السياره رح تصير. الله يخليك يا جلال حبيبي محمد، الله يرضاك. رمضان كريم، جبت الفرحة على قلبنا. الله يخليك حبيبي، الله يخليك حبيبي. يعني الحكي مش مثل الشوف، بكل صراحة بقلكن إياها، نحن على الأرض وعم نشوف. هاي السيارة سيارة كتير تعبانة، سيارة باب ما بيفتح، ما بتدور، سيارة تعبانة. حكيان الشوفير تحت الهوا انه اليوم شاغل بس 250 ألف من الصبح لهلا، ما بيعملوا، ما بيجيبوا نص كيلو لبنة. 250 ألف اللي كانوا معه نص كيلو لبنة ما بيجيبوا. ولكن نحن برنامج ناس للناس، نحن عم نوقف حد اخواتنا شوفارية التاكسي، وانا ان شاء الله شهر رمضان ما رح نوقف. ونحن لحديت هلا بعدنا عم نفوت على مستشفيات، بعدنا لهلا في ناس عم نساعدها ما عم نصورها. هاي بكل صراحه الفضل الكبير هو لرب العالمين، والفضل الكبير لانسان العايش بأبيجان، رجل الاعمال اللي عن جد ما عم يترك اخواته بلبنان. انا بدي اقول له الله يطول بعمرك، انا بحبك كثير، وكل العالم عم يدعوا لك لانه انت انسان ما بقى تتكرر. هاي بكل صراحه لانك انسان رائع، انسان عن جد بحقه حقيقي. يعطيكم العافيه.